بون دوك الرئيس الجمهوري وعلى بالو واش راهو يدير. دوك هادو الناس يعرفهم بلي عندهم الكفاءه دارهم. المهم التيران قلع والبلاد تمشي في طريق صحيح، انه راهم يطوروا في الزراعه وراهم يخرجوا في المعادن، نبيعهم باش ندخلوا العمله الصعبه وباش غدوا نديروا الصناعه. ودوك لازم يكون الصراع في الافكار، شكون يجيب افكار ويجيب فايده للجزائر، راك فاهم؟ هذا واش رانا نحوسوا. وسورتو قطاع الزراعي قطاع حساس بزاف، نحيي الرئيس اللي راه يهتم بزاف بالزراعه، لاخاطش قوه تاع البلاد راهي الزراعه. وان شاء الله الجزائر تطور، وهادو الناس اللي حطهم راهي الجزائر امانه، ولازم يمدوا كاع واش عندهم. هذا واش نتمنى، ونتمنى الخير للجزائر.